السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج جائحة العالم، عمالقة النجوم كمال الحسام، عمالقة فعلا حققوا إنجازات، أثبتوا للعالم مفيش مستحيل، الناس لمست صدر محمد صلاح وعدت منه، فعلا فعلا المصريين بيغلبوا العالم في أي حتة في إنجازات، وبسببهم وتحملهم، فعلا لو أنت مصر بتفتخر لأنه معانا في العالم. الخبير الدولي في الرياضات والنهارده هيعرفنا بنفسه. اتفضل يا دكتور. بقى كده انا مش هتكلم. اهلا بيك على الرياضه. انا محمد ابراهيم من الدوري الصحي، مدير الدوري الشرق الاوسط، مدير هنا من الخبرات الرقميه السودانيه وعفو الدول والاتحاد الدولي للمنتخب الاهلي. اشكر جدا الاستاذ اسلام على حضرتك الجميله معانا في رحلات الاعلام والعالميين، ونحب دايما ان شاء الله اكون معاكم في جميع ما يخص ما يفيد المجتمع الرياضي والعالمي في الصحه والعافيه ان شاء الله في اقوام باذن الله سبحانه وتعالى. شرفت بوجودك، وطبعا وجود حضرتك على راس الموضوع، وغير اللي احنا بناخدك قدوه، غير اللي احنا بنحبه، غير اللي اي حاجه، يعني انا اعتبر نفسي واحد من تلاميذه، وليا الشرف اللي انا اقف طبعا على ارض العمالقه ارض الاساتذه. والحلقه كانت جميله، انا عارف مستنيين حلقه جديده. انا معكم سماحنا في برنامج العالمي، والسلام عليكم ورحمه الله.